السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن كيفية استخدام الماتريكس 1 dimension 2 dimension باستخدام برنامج الماتلاب. في البداية يتم تحديد عدد الصفوف باختيار n equal to 1 و m للكولوم أو الرو حسب الاختيار. في البداية يتم اختيار الماتريكس جنريتر تتكون من أما فيكتورز أي 1 dimensions أو 2 dimensions اللي هي متمثلة بالماتريكس اللي تحتوي على كولوم and رو. كمراجعة سريعة كيفية استخدام الـ vectors، نأخذ المثال الـ v equal to value 1 4 7 10 13 إلى برنامج الماتلاب. نلاحظ انه الفاليو تم طباعتها بشكل فيكتورز. في حالة عمل ترانسبوز لهذا الفيكتور ناخذ x equal to v ترانسبوز اللي هي الحرف الطاء المجاور الى مفتاح انتر. عند الضغط انتر يتم تحويل الصف الى عامل 1 dimension، أصبحت الماتريكس مالتنا هي 1 2 3 4 5 خمس صفوف بعمود واحد. عند كتابة الإعاز ب space فيتم كتابتها بشكل vectors، ثم عند إضافة فارزة منقوطة يتم تحويله إلى الفكتر إلى شكل عمود. فرضا M equal 4 فارزة منقوطة 5 6 فارزة منقوطة 7. وإنهاء القوس نلاحظ تم كتابتها ب m equal to 4 6 7، أما عند كتابة m equal to 4 فارزة عادية 6 فارزة عادية 7 وإغلاقها، نضغط enter نلاحظ أنه تم كتابتها بشكل رو، أي أن الفارزة المنقوطة حكمها تحويل الصف إلى عمود، الفارزة العادية حكمها هي كتابة المنقوطة بشكل vectors. لإضافة أو تحديد عنصر من عناصر المصفوفة نذكر الإعاز بالشكل التالي. فرضا أنه مصفوفة الـ V هي عناصرها 1 4 7 10 13، لنذكر V equal 1 نقط 2 3 وغلق بهذا الشكل من الأقواس، ثم ضغط Enter. نلاحظ أنه تم اختيار العناصر الأولى فقط اللي هي 1 4 7. في حالة ذكر V equal to 2 أي يجب اختيار قيمة الأربعة اللي هي متمثلة بالعنصر الثاني. فرضا هي المصفوفة متكونة من خمس عناصر، إذا ذكرنا V equal to 5
سوف يزودنا برنامج الماث لا بقيمة 13. أما فرضا V equal to 7، النتيجة سوف تكون index exceeds matrix dimensions، أي أنه تم اختيار موقع عنصر ليس موجود في المصفوفة. إذن بتوضيح بسيط، أنه عند ذكر V اللي هي مثل اسم المصفوفة بذكر رقم 5 داخل هذه الأقواس، أي أن مطلوب هذا الـ 5 أو هذا الـ 7 هو يمثل موقعه وليس قيمته، أي أن قيمة موقع الخامس هي قيمته 13، أما موقع السابع فهو exceeds يعني غير موجود، لأن الماتريكس منتهية برقم 5 array، فإذا القيمة الإضافية غير موجودة. عند ذكر 1 2 3 فإذا هو حيأخذ عداد اللي يذكر العناصر من 1 إلى 4. فرضا إذا ذكرنا 3 and حيأخذ من العنصر الثالث إلى أن ينتهي، في حالة أنه أنا لا أعرف مدى نهاية المصفوفة، فبهذه الحالة نكتب and، أي أن الحاسبة سوف تدقق المصفوفة، تبدي ذكر العناصر من موقع الثالث، نكرر من موقع الثالث إلى نهاية السوفتوير أو المصفوفة. إذا ذكرت نقطتين فنلاحظ الإعاز نتائجه. ذكر مصفوفة الـ V بشكل عناصرها اللي هي 1, 4, 7, 10, 13، أي تم ذكرها بشكلها الكامل. وعند ذكرها بشكل نقاط يتم عمل transpose إلى المصفوفة، أي تحويلها مصفوفة عمودية وليست أفقية. أما إذا ذكرت when to end فبهذه الحالة يتم كتابة المصفوفة بشكل رو. فرضا x equal to 1.2 and أيضاً تم كتابتها بشكل فيكتورز عمودي بسبب كون أنه مصفوفة الـ X هي مصفوفة فيكتورز فيرتيكال. أما V نلاحظ هي مصفوفة رو، عند كتابة النقطتين يتم تحويلها إلى فيكتورز. لكتابة مصفوفة 2 dimension باستخدام الماتلاب يتم الكتابة بهذه الصيغة، أي الصف الأول space أو فارزة عادية بين رو and رو نستخدم semicolon لإنهاء، فإذا الرو الأول فارزة منقوطة الرو الثاني ثم الرو الثالثة، يتم كتابة المصفوفة بالشكل التالي. نلاحظ أن المصفوفة هي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. إذا كتبنا المصفوفة بهذا الشكل تم كتابتها باستخدام 2 dimensions.
بارزة من الخطة هي دلالة على نهاية الراء. عند كتابة A2 فارزة 1 A، القيمة الأولى تمثل لنا الصف، القيمة الثانية تمثل لنا عمود. فإذا الصف الثاني، الصف الثاني العمود الأول، إذا 2 1 هي قيمة 4. عند استخدام فرضا أن مصفوفتنا هي أي المذكورة، وأردنا تبديل عنصر في البرامج لغة C++ تكون عملية التحويل جدا معقدة صعبة، يجب استخدام لوبات. في برنامج الماتلاب يوفر لنا إمكانية تحويل أي عنصر إلى القيمة المطلوبة. فمثال، إذا طلبنا تحويل قيمة الموقع الثالث بالصف الثالث وبالعمود الثالث من قيمة 9 إلى قيمة 0، نستخدم هذا الإعاس، أي ذكر قيمة الصف فارز العمود وإعطاء القيمة المطلوبة. نلاحظ أن مطلوبتنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، مطلوب تحويل 9 إلى 0. نلاحظ تحويل الرقم 9 إلى 0. تم أخذ هذا الإعاس سابقاً، أي إعطاء x equal to 0 to 5 اللي هي final value بمقدار زيادة بمقدار 0.1. لو نستخدم هذا الإعاس x equal to 0، نقلل space، نستخدم 0.5. إلى 5، نلاحظ العناصر بدأت من 0 0.5115225 3 3.5 4 4.5 5. تم تقسيم الرسم أو الماتريكس. إعاز لاين سبيس، قيمة initial final وإعطاء قيمة الـ n اللي هي تقسيم الفترات المطلوبة. فرضا أنه استخدمنا إعاز line space فرضا 1 فارزة 10. تم تقسيم الرقم من 1 إلى 10 حسب الفترة المطلوبة. فرضا نريد إضافة n اللي هي فرضا 5 value، نلاحظ أنه تم تقسيم الفترة من 1 إلى 10 حسب التقسيم المأخوذ أو المعتمد عليه في أنظمة الـ Numerical Solutions، بأخذ Final Value minus Initial Value تقسيم الـ Iterations ليعطانا أو الـ Time ليعطانا المقطع الجزئي لكل فترة. هذا مستخدم في عمليات الـ Integration Numerical, Differential Numerical، منظومات الـ Newton-Raphson لإيجاد الجذور Solving Value،
نستخدم هذه الطريقة. وأيضا يستخدم في الرسم الجرافيك اللي أخذناه في المحاضرات السابقة، كيفية تحديد قيم الثيتا، أي initial value من الصفر، الفاينل فاليو 360، الإتريشنات هي بمقدار 101 element للتقسيم. في حالة استدعاء مصفوفة 2 dimensions، مطلوب فقط ذكر عناصر الصف الثاني، أي نذكر الصف الثاني كما نقطتين، أي دلالة على أي عنصر للعمود الأول الثاني الثالث. لاحظ إعادة سريعة، في حالة ذكر المصفوفة ذكر فقط الصف الثاني المطلوب، تكتب رقم 2 وذكر نقطتين، أي دلالة رقم 1 رقم 2 رقم 3 ذكر المصفوفة. لتطبيق هذا الإعاز فرضا نعمل CLC وذكر مصفوفة الـ A، آسف، ذكر إعاز A2، حيذكر أنه فقط 4, 5, 6. في حالة طلب العمود الأول نذكر A، فرضا العمود الأول نذكر نقطتين فارزة 1، نغلق القوس نضغط Enter، ذكرت قيمة 1, 4, 7. لذكر فرضا قيمة لأي صف ونذكر فقط القيم من العمود الثاني والثالث، أي ليس لا تذكر قيمة العنصر الأول من العمود الأول، نكتب هذا الصيغة سوف يتم ذكر أي صف ولكن بقيم منه العمود الثاني والعمود الثالث، أي يتم حجب عناصر العمود الأول. نلاحظ 2 5 8 3 6 0. عند ذكر لأي صف ولكن فقط العمود الثاني سوف تكون المجموعة null، أي أنه سوف يتم حذف العمود الثاني بقيم zeros. لنأخذ هذا الشكل. نلاحظ أنه
المصفوفة هي 1 2 3 4 5 6 7 8 0 لنستخدم TLC ونذكر A ونذكر الإعاز. نلاحظ أنه العمود الثاني اللي هو متمثل بالاثنين 5 8 سوف يتم حذفه بالكامل بسبب اختيار قيمة نيل. هذا معناها الأقواس تمثل قيمة نيل، أي تم حذف 2 5 8. فرضا نلاحظ أنه تم تبديل قيمة الـ A إلى القيمة الجديدة، لنكن A القيم واستخدام الإعاز، ولكن نغير إلى قيمة فرضا 8 8 8. نلاحظ الماتريكس أصبحت حذف العنصر، يعني اللي تم استخدامه تبديل عناصر لأي صف للعمود الثاني تم تغييره بالقيم 888888. في حالة استخدام أو creating submatrix يتم توليد مصفوفة وخزنها بالعناصر كموضح في الشكل. مصفوفة A تحتوي على عناصر 2 3 و 1 2، هذا مثل الصف الأول ومع القيمة الثانية، يعني قيمة الصف مع قيمة عمود تم اختيارها قيم 4 5 7 8، يعني تتكون من الصف الثاني and column الكولمن الأول والشكل الثاني and column 1 مع and 2. نلاحظ أنه المصفوفة B لنعيد كتابتها بالشكل التالي. ونستخدم الإعاز لتوليد مصفوفة B. آسف، نعيد كتابة الـ A بشكل. نلاحظ تم إعطاء الـ value 2 اللي هي تمثل الصف الثاني مع العمود الثالث 7 5 7 5 و 5 8، أي قيمة الاثنين الأولى هي تمثل الصف الثاني مع العمود مع الصف الثالث. أكرر، رقم 2 تمثل لي 7 5 والثلاثة تمثل لي 5 8. يأتي محدد الثاني اللي هو المتمثل بالعمود، مطلوب عمود الأول العمود الثاني. في
فرضا إذا غيرنا رقم من 2 إلى رقم 3 نلاحظ النتائج تأخذ يهمل العمود الثاني ويأخذ العمود الثالث، فأصبحت 7 5 اللي هي متمثلة بالعمود الأول مع 5 8 المتمثلة بالعمود الثاني. في حالة تغيير عناصر نلاحظ أنه المطلوب interchange، يعني تبديل الصف الثاني بدل الصف الأول، فيصبح الترتيب الصف الثاني الصف الأول ثم الصف الثالث مع أي عمود تم اختياره. فهذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلة، في حين عند استخدام لغة C++ يتم استخدام إعازات معقدة لتبديل بين الصفوف، أي باستخدام two loops لحل هذه المشكلة. نلاحظ عند التطبيق سوف يتم يعني الصف الأول 156 حيصبح بالموقع الثاني، والسبعة 5 9 حتصبح بالصف الأول، والصف الأخير يبقى في موقعه. نلاحظ تبديل الصف الأول أصبح بالصف الموقع الثاني، والثالث حافظ على الفاليو اللي يحتويها. لتحويل المصفوفة الـ 2 dimension إلى 1 dimension في لغة C++ نستخدم two loops مع one loops وعملية interchange لتحويل المصفوفة. يتم تحويلها بالشكل التالي. نلاحظ أنه مصفوفة السي فرضا أصبحت بهذا الشكل. إذا كتبنا سي نقطتين في حالة الفكتورز 1 dimensions تحويل الرو إلى كولوم باستخدام هذا الإعاز. إذا أردنا نحافظ على نكتب 1 نقطتين and يتم إبقاءه على الرو. في هذه الحالة سوف يتم تحويل المصفوفة من 2 dimension إلى 1 dimension. لاحظ 715 يعني ذكر العمود الأول ثم ذكر العمود الثاني ثم ذكر العمود الثالث اللي هو متمثل 969. بنفس الأسلوب إذا استخدمنا مصفوفة الـ A واستخدمنا من الصف الثاني إلى الصف الثالث، أي ذكر 5 6 9 8 9 بسبب المفروض يذكر 4 7 5 لأنه فقط 2 رو، ولكن المحدد الثاني اللي هو العمود من العمود الثاني إلى العمود الثالث فتم حذف العمود الأول بشكل كامل وذكر هذا العنصرين فقط العمودين الثاني والثالث بعناصرها، مع حذف عناصر الصف الأول اللي هي متمثلة باثنين ثلاثة بسبب أنه المحدد الرو ألغى تأثير الصف الأول واستخدم فقط الصف الثاني الثالث.
إحالة حذف صف أو عمود نتبع الطريقة التالية، أي ذكر الصف نقطتين يعني لأي عمود، الصف الثالث لأي عمود، وذكر أقواس فارغة معناها إعطاء empty للفاليو بحذفها. عند كتابة المصفوفة وعملية إدراج صف جديد، يعني ذكر الأي لأي عناصر الصف الأول ولأي عنصر، والصف الثاني لأي عناصر العمود الأول والثاني والثالث لأي عمود، مع إدراج عناصر مصفوفة المن إلى مصفوفة الأي اللي هي 7-8-0، فأصبحت الماتريكس بالشكل النهائي متمثلة بهذا الشكل. Dimensions size في حالة معرفة حجم المصفوفة، نذكر size الـ A يتم إعطانا حجم المصفوفة. يعطينا حجم عدد الصفوف 3 وعدد الأعمدة 3. في حالة فرضا ذكر مصفوفة البي أو مصفوفة الفي، وذكر السايز يذكر لي أنه هي متكونة من صف واحد ومن 5 أعمدة، من صف واحد وخمس أعمدة. لهنا يتم إنهاء الجزء الأول من المحاضرة الـ Two Dimensions Vectors. إن شاء الله المحاضرة القادمة يتم أخذ بقية تفاصيل الماتريكس.